ازيكم يا جماعه، واهلا بيكم بسلسله جديده اسمها ملخص. اول حلقه النهارده هنتكلم على رمضان، اكل ايه في رمضان واتمرن امتى في رمضان. كل ده بيعتمد على حاجه واحده، ايه الهدف بتاعك؟ عايز تخس دهون وعايز شكلك ينحف، ولا عايز تزود عضلات وتكبر؟ الموضوع سهل جدا ومش علم صواريخ. لو عايز تخس، كل اللي انت لازم تعمله تتاكد ان السعرات اللي انت هتدخلها على مدار اليوم تكون اقل من السعرات اللي انت هتحرقها. وده على فكره سهل جدا في رمضان. ليه؟ لان انت بتكون صايم اليوم كله، ومعظم اليوم طبعا اكيد بتروح الشغل، بيبقى عندك حاجات لازم تعملها، فشغال عمال تحرق سعرات من غير ما تدخل سعرات. المهم بس ان انت لما تيجي تفطر لازم تكون واعي من الاكل اللي انت بتاكله. يعني ابعد عن السكريات، ابعد عن كربوهيدرات كتير، نشويات كتير، ابعد عن دهون، وحاول تركز في اكلات نظيفه زي البروتين. نصيحه برضو في الموضوع ده، لما تيجي تفطر حاول ما تفطرش في حاجه فيها سكر، عشان احنا مش عايزين الانسولين بتاعنا يطلع مره واحده. ليه؟ لان الانسولين بيحبس دهون. فتخيل لو انت فطرت تمر واكلت معاه دهون زي حاجه فيها حليب او لبن او ايا كان من الحاجات دي، الانسولين اللي هيطلع من التمر هيحبس لك الدهون اللي انت هتاكلها اسرع. فالملخص، نفض للتمر وخش على طول في الوجبه بتاعتك. واهم حاجه، الوجبه الاولى حاول على قد ما تقدر تقلل من النشويات وتزود من البروتين، وممكن على فكره تزود من الدهون، بس لو هتاخد دهون في الوجبه يبقى تقلل النشويات جدا، والعكس لو هتاخد نشويات في الوجبه يبقى تقلل دهون. ليه؟ عشان زي ما قلت لك النشويات مره واحده بعد الصيام يوم كامل، لو اكلت نشويات كتيره او اي سكر كتير هيعلي لك من الانسولين بتاعك، والانسولين بيحبس دهون. بس لو اكلت نشويات معتدله من غير ما تاكل دهون، فمش هيكون جسمك ليه دهون كتير ان هو يحبسه. فهمت الفكره؟ تتمرن امتى طيب لو عايز تخس؟ احسن حاجه طبعا تتمرن قبل الفطار لو انت عايز تخس، لان انت اصلا جسمك هيكون شغال ان هو بيحرق في الجلايكوجين ستورز، وبعد ما هي تفضى على مدار اليوم وانت صايم هيبتدي يخش يحرق في الدهون. فاحسن وقت ان انت تتمرن فيه حتى لو تمرين خفيف قبل الفطار، تخلص فطارك ترجع البيت، الجروث هرمون بتاعك هيكون عالي جدا بعد التمرين، بالذات لان مفيش سكر، لان لما مفيش سكر او مفيش جلوكوز ان الجسم يحرقه، فالانسولين بتاعك هيفضل لتحت، ولما الانسولين بتاعك تحت الجروث هرمون ممكن يطلع. الملخص في الموضوع ده، الجروث هرمون ما بيطلعش لو الانسولين شغال، الاثنين ما بيمشوش مع بعض. فحاول ان انت على قد ما تقدر تكيب السكر تحت وانت بتتمرن. ليه؟ عشان الجروث هرمون بتاعك يزيد، والجروث هرمون بيحرق دهون على فكره. الحاجه الثانيه بقى، عايز تكبر عضلاتك او عايز تزيد وزن، الموضوع سهل، خش حلوف في الوقت اللي انت لازم تاكل فيه. برضو احنا مش عايزين نكبر بدهون، عايزين نكبر بعضلات على قد ما نقدر. فحاول نمسك بفكره ان الفات مع الكربوهيدرات ما يمشوش مع بعض، بالذات على الاقل اول وجبه في الفطار. اول وجبه الفطار بتاعتك زود في الكربوهيدرات براحتك، رز، بطاطس، كل اللي انت تقدر تاكله، وكمان بروتين، كل اللي انت تقدر تاكله، بس حاول تكيب الفات على قد ما يقدر واطي. في الوجبات اللي جايه برضو حاول تزنق مثلا وجباتك، تاكل كل ساعتين نشويات عاليه، رز عالي، بطاطس، وبروتين على قد ما تقدر، ونخلي الفات قليل. ممكن الفات امتى تاكله؟ في السحور لو مش هتاكل كربوهيدرات كتير، او لو هتاكل فاتس طبعا لازم على مدار اليوم نسبه فاتس معينه. ممكن تاخد هيلثي فاتس، افوكادو، اوميجا 3، سامن، الحاجات اللي هي الفاتس الكويسه. حاول تبعد عن الفاتس اللي هي فيها هيدروجينيتد فاتس زي الحاجات من المقليه وكده، عشان ما نزيدش دهون. بس بالطريقه دي هتزود وزنك من غير ما تزود دهون انت مش عايزها. تتمرن امتى بقى لو انت عايز تزيد؟ اكيد طبعا تتمرن بعد الفطار. هتاكل في وجبه الفطار بتاعتك، هتاكل كربوهيدرات عالي، هيكون عندك انسولين عالي في جسمك، الانسولين ده برضه هيديك بامب حلو لما تيجي تخش في التمرين، لان الجلايكوجين ستورز بتاعتك هتكون اتملت. تخش التمرين، بعد التمرين طبعا تاخد شيك فيه بروتين كتير، فيه كربوهيدرات كتير، وفي كمان كرياتين، يعني كارب شيك بيبقى فيه كربوهيدرات باودر، بي سي اي اي، اي اي اي، لان البي سي اي لوحده على فكره ملوش اي لازمه، جلوتامين عشان امعائك وبطنك تهضم الاكل كويس، لان ده فعلا السبب اللي انت المفروض تاخد فيه جلوتامين، وطبعا بروتين العالي بتاعك، وطبعا البروتين شيك الكربوهيدرات بتاعتها هتعلي لك الانسولين تاني، والانسولين هيسحب كل النيوترينتس دي بتاعت البروتين والامينو اسيدز وكل ده ويخش في بناء العضلات. فانت فعلا ممكن في رمضان تعمل الحاجتين، اما تخس او تكبر عضلاتك وتكبر في الحجم. وطبعا ملخص اكتر من كده، اشتري بروجرام وخلينا نعمل لك الموضوع كله. وعلى فكره يا جماعه، عرض رمضان بدا شغال دلوقتي، هنعمل لك البروجرام ال 12 اسبوع زائد برنامج بتاع رمضان، تو بروجرامز بسعر واحد على خصم. اللينك سايبه لك تحت. اخر حاجه عايز ازودها يا جماعه، ريدكون وان اللي هي من اكبر شركات المكملات اللي في العالم دلوقتي، عامله خصم 35% على كل منتجاتها على الموقع. الخصم ده هيقعد لغايه يوم الاحد، وسايب لكم اللينك في مربع محتوى الفيديو تحت.